انتما الاخوان انتما يا عيالي كسكسو بالحجله انا مسيجي مع الاخ رشيد. مرحبا بكم رشيد. غير تشوفوا الماكله عرفوا رشيد كاين. لا تشوفوا رشيد عرفوا الماكله كاينه. اخ امين كنشكره هو والزوجه ديالو اللي داروا لنا ان شاء الله. الله يخلف عليهم هذا الغداء هذا الجميل. ها سيدي واشرح لينا نعما زيد كناكل. اسيدي هذا كسكسو سبع خضاري بالحجله. وهاد الحجله راه كانت راك شفتو كيفاش تصيد الحجله هاد الحد هذا تماما. عمركم شي واحد قول لبن بلاتي ولبن اخويا لبن بلي حتى هو مبخوط في باريس في باريس اخوان المتفرجين. غير هاد السيد قاتل هذا كيقول لك يقتل الميت يمشي في كناس وهذا كيقتل الميت وياكل. هذا سيدي الحجل الله يعطيك الصحه. سيدي هانس شوفوا سي رشيد يدير لنا الماكله ديال الجمل ورينا لنا ديال الجمل. لا بسم الله هاهي هادي تاع لابويونس. الله يخلف على خويا امين والزوجه ديالو والله يحفظكم. شكرا شكرا امين. داك التغمه ديال الدكال اخي امين حنا كناكلوها بيدينا حنا عروبيه. دابا كتكور وتصيف مزيان اسيدي بالصحه والراحه. الله يسلمك. كسكسو بالحجل من عند السي امين. ما كيتحبكمش راه غير في المغرب ولا كتاكلوا الحجل وشوف بعدا فين. نعم سيدي شوف المنظر شوف فين الطبيعه. ما كاينش هذاك الشيء اللي صفر اللي كيقول لك الباركينغ. لا ما كاينش ما كاينش. الدراهم 10 دراهم 10 دراهم ما كاينش. ترونكيل انت شتي كاين. حنا المغرب العربيه كاع جبنا معانا هنا سخان كلشي بلاصه البان واللي بغيتي كلشي موجود. كلشي موجود. الله يخلف على سي امين. امين يسلم صحتكم والزوجه ديالو الله يحفظهم. حفظك الله وراه. وما نساوش القناص ديالنا الصغير سامي. سامي القناص خاصه بلاصتو. دوماج ما كاينش اليوم معنا. اليوم مشى لعيب المدرسه لقيناها على الشيوخ هنا. بغيت نهضروا ما قلتش. فين الطبسيط اللي كان هنا؟ المهم كان واحد قرب كبدين قرب ها كان. الله يرحم الكسكس. كيبقى واحد شويه تيقول لك رشيد راه الاجر هذا كله كملوا الاجر. الله يرحم الكسكس. جا ما عرفتش كاين شي حديث صحيح في هذه القضيه هذه. عن ابي هريره. لا كاين شي حديث صحيح في هذه القضيه قال لك ما تخلي والو الاجر ما الاجر. الاجر اخويا. اخويا كلينا الله يخليك. هذا الشيء اللي عرفنا على والدينا الاجر كيقول لك ما تخليش يتقلقل يحاسبك على الله. وي ايوا اخويا. المهم ما قادرين على محاسبه. الكسكسو حلال تكال في بلاد ديال الكفار. المهم دينا الاجر في هذا الكسكسو. زيد يونس اخويا البنا فين هو البنا؟ حتى فين البنا؟ هو حتى فين الشكوى؟ موجود. حتى فين الشكوى؟ انا وليت قراب تاع اللبن. انا سيدي ها عطاك با يونس ها باش نقول لكم هاد اللبن هذا راه سي امين هو اللي مصوبو. ماخذو ماشي مصوبو هو مصوبو زعما هو اللي نخض دارو في الشكوى ونخض اللبن ومشى شرى الحليب ديال البقر وقاد الامورات ونخض ودار كل شيء. واش بغيت؟ اش ندير لكم فيديو على هاد القضيه هادي؟ والله غنديرو. بقاو تابعين يونس. بقاو تابعين لا بلاتي باش ما نديرش سامحين اسي صافي زيد ليهم صافي خليهم. لكن ما كاينش شي اجر توا في اللبن. الاجر هو هذا اللي غندير السلطه الطريف اللي بقى. بسم الله كلينا توقدنا عاد تشرقنا. نعم عاد والله العظيم دخل في عليك الساعة في الطريق صاحبي خلال هذه جا زوين ها جا برا كنت نقول لك برا حي جا برا. الله يعطيك الصحة سيدي امين. تبارك الله على براسي. انا في العربيه ويوليس. في العربيه عندنا كانوا كيقولوا الله يعطي الله يخلف. الله الا مشات لي الله يخلف ويقوي الخير. لا الله يخلف على من نفق والله يعطي الصحه اللي حرك الصدق. هي هذه كنا كنقولها في الكوره. الرش انا كنعرف الرش غير من الكفر. جيب الرش نرشك 36 يلا اخوانا غادي نوريكم على الطريق ونوريكم يوم فين غاديين. يعطيك الصحة زوين غتشوفوا المنطقة زوينة ان شاء الله. وتبارك الله ما خرجتش من الوسط وخليكم معنا تبارك الله.
y a des rails. Un protège de gibier là. T'inquiète pas, il va s'ouvrir. Je peux y aller. البارود خدام ما كاين ما طقوس السكاس حبس انا واحد 3 سكوند شوف علي من واش ما كاينش شي جيبي لا مالو ما في كانوا شي فغون شي فغون تو سا وازي تشوف يلي هذي لي كاج ديال الكلاب تبارك الله كيدير الكلاب اللي خدا الصيد سير دغوات انتما تريدي شوف انتما سيدي الكليبات زويونين بلي كاج ديالهم بالماء بالغسيل جد اون فاس ان تي بو فازي كونتينيو الدراري في كيرسلو لي بوت ديالهم هنايا ما في كيرسلو لي بوت ديالهم ملي كتكونوا خارجين من الغابه فوالا او سير ا غوش دخل الباركينغ نو ارجع للباركينغ فوالا هذا سي ان دومين ديال لا شاس و ميم طون بال تراب هانتوما واحد الخنزير وقف هنايا صور شي زوين صورت كلشي اسيدي هانتا دومين دو سالومبيغ داكشي زويون مبرع سير اون فاس فوالا داكشي زويون هلا C'est possible. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est là. On va te faire le Il vaut mieux être à l'aise que trop serré. Après, ça c'est plus des pantalons pour aller au poste. Pour poster. Ceux-là ? Non, on va aller pour le petit gilet en fait. Il y a d'autres choses. Et c'est en commande en fait, ça arrive en combien de temps ça ? Cette année. Je ne sais pas dire. J'annonce même plus de délai des fois sur des commandes parce que. Ok. Je vais me prendre un peu. Ah oui, je vais me faire ça. Je vais me ça fait du bien de chasser un peu. Ah oui, bon. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم في عالم أسلحة الصيد. اليوم نقدم لكم هذه البندقية كوزي هي 16. قرب شوف تشوف هي 16 بندقية فرنسية تصنعت في 1888 سميتها رين اس اس صنع مانو فرانس كانت مانو فرانس مع الشركة ديال ايديال اللي صنعوا البندقية هي 16 65 في الكاد دوبل ديتوند كما كتعرفوا لا سيكوريتي كروس سومي اونجليز تاع النوع هذا بونين كطلع الفيزاج بطريقة خفيفة اصلا البندقية خفيفة قديمة جدا النقش اللي في البندقية البنادق تلقاهم عند إخوان في الجزائر وفي المغرب الدول العربية بندقية قديمة جدا اللي بقات تتسد بطريقة بحال هكا جديدة كتسمع الصوت
هو الصنع الفرنسي كما كتشوفوا معايا. نريكم مفتاح ديالها مكتوبه غين اس، قلبوا عليها في جوجل نورمالمون غادي تظهر لكم. بندقية جميلة جدا، لو كانوا تقريبا عندها اكثر من 60 سنة والكانوا باقي فيها زويون، غير غادي ينيطويه وغادي يمسحها. دابا راه عند لاغميغي باش ينقيها ويعاودها. غادي يحاول ينقيها من الداخل ومن برا، وغادي يعاود ليها البرونزاج كما كتشوفوا. Voilà, double détente. Donc il y a خفيفة بزاف. قديمة جدا وبقى تمام. جيبوها اليوم عند لاغميغي باش يصلحها ويعاود لها الصباغة ويعاود لها لاكروس وتولي بندقية واحدة أخرى جديدة. المهم الإخوان، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وبغيت نقدمها للإخوان شوفوا هذا النوع ديال هذه الماركة. يلا سيدنا تبارك الله عليكم.